من أسباب إصلاح المرأة للمجتمع أن تكون المرأة حسنة التربية لأولادها، لأن أولادها هم رجال المستقبل ونساء المستقبل، وأول ما ينشؤون يقابلون هذه الأم. فإذا كانت الأم على جانب من الأخلاق، بل على جانب من العبادة وجانب من الأخلاق وحسن المعاملة، وظهروا على يدها وتربوا عليها، فإنهم سوف يكون لهم أثر كبير في إصلاح المجتمع. لذلك يجب على المرأة ذات الأولاد أن تعتني بأولادها، وأن تهتم بتربيتهم، وأن تستعين إذا عجزت عن إصلاحهم بأبيهم أو بولي أمرهم إذا لم يكن لهم أب، بولي أمرهم من إخوة أو أعمام أو بني إخوة أو غير ذلك. ولا ينبغي للمرأة أن تستسلم للواقع وأن تقول سار الناس على هذا فلا أستطيع أن أغير، لأننا لو بقينا هكذا مستسلمين للواقع ما تم الإصلاح، إذ أن الإصلاح لا بد أن يغير ما فسد إلى وجه صالح، ولا بد أن يغير الصالح إلى ما هو أصلح حتى تستقيم الأمور. والتسليم للواقع أمر غير وارد في الشريعة الإسلامية، ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أمة مشركة يعبدون الأصنام ويقطعون أرحام ويظلمون ويبغون على الناس بغير الحق لم يستسلم، بل لم يأذن له الله عز وجل أن يستسلم للأمر الواقع، بل قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، فأمره أن يصدع بالحق وأن يعرض عن الجاهلين ويتناسى جهلهم وعدوانهم حتى يتم له الأمر، وهذا هو الذي حصل. نعم، ربما يقول قائل إن من الحكمة أن نغير لكن لا بالسرعة التي نريدها، لأن المجتمع على خلاف ما نريد من الإصلاح، فحينئذ لابد أن ينتقل الإنسان الناس لإصلاحهم من المهم بل من الأهم إلى ما دونه، أن يبدأ بإصلاح الأهم والأكثر إلحاحاً ثم ينتقل بالناس شيئاً فشيئاً حتى يتم له مقصوده.